هلا هيدي المحاضرة الثانية. هيدي الثالثة. ثالثة، اوكي. هاي الثالثة. حضرتك مش عامل لي اكسبت لحتى اقدر فوت من التيمز على المحاضرة. مين زينب يعني؟ زينب كمال. ايه، خليني اشوف لك لشوف دكتور كيف لحظة خليني اشوف بس لشوف اذا كان اذا عندي حوراء ما بعرف اذا انا زينب كمال. ما وين اسمك؟ دكتور في وحده اسمها رقيه حمزه مش عامل لها اكسبت لتقدر تفوت على المحاضره. عم حاول لانه انا على التليفون مش كتير ببين عندي شيء لسبب في ما بعرف مش عم هلا بشوف اذا بين على الكمبيوتر لانه انا عم بشتغل على نعم مبين اسم رقية حمزة عندها. اسم مين؟ رقية حمزة. رقية حمزة كأنه مبين بشوي. رقية غدير زينب كمال. زينب كمال ما مشيش الحال؟ هلا انا فتت من اللينك اللي بعتوه الصبايا، ما بعرف هلا انا موجودة، ما بعرف اذا بقدر ارجع فوت من التيمز. مش عارف مش عم فيني اشتغل على التليفون، مش عم كتير عم باين عندي، بس باين اسمك عندي انت وقدير غملوش. على كل الاحوال هيدا الواقع، ما بعرف هلا اذا قدرنا على نعمل اكسبت، بس انتو خدوا اللينك وفوتوا عبر اللينك. ماشي، نحن رح نبلش هلا وبس هيك بشكل سريع للي التحقوا. هذه المحاضرة الثالثة عنا، ونحن عمليا الفصل الثاني اليوم. في أول محاضرة أخذناها كنا عم نحكي معلومات عامة وفهرس ومقدم يعني شيء حول المادة. مثل ما بتعرفوا هي المادة عنا مادة اسمها حقوق الإنسان يعني، والكتاب اسمه المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والحريات العامة. بعثت لكم هي عبر الروابط تبعكم، وفيكم تطلعوا تشتروا علي وتتابعوني، لأنه بالتالي الأمر طبيعي لازم يكون طبيعي جدا. ف زينب عبير فقيه بدي أشوف في حدا عمي. زينب طفيلة ماشي، انه ظاهر توسن كمان نرجس ما بعرف. عم شوف يعني في اسماء ظاهر، عم شوف اذا فيني ادخلهم. السلام عليكم دكتور، يعطيك العافية. عليكم السلام، هلا منال. نعم دكتور. ايه اهلا وسهلا. فإذن نحن نكمل ونقول أنه نحن هاي المحاضرة الثالثة اليوم، درسنا الفصل الثاني بدنا نحكي عن المصادر الفلسفية والمصادر الدينية لحقوق الإنسان والحريات العامة. نحن الأسبوع الماضي أخذنا بالفصل الأول النظرية العامة لحقوق الإنسان، مفهوم حقوق الإنسان وحواليها. اليوم بدنا نأخذ الفصل الثاني اللي هي مصادر فلسفية ودينية. بهذا الجانب كمان إن شاء الله إنه الدرس منه كتير كبير، بس على كل الأحوال بدنا نحاول قد ما فينا. ما تغزونيش، بس مشكلة إنه عم يطرق عنا حدا بده يفوت، عشان هيك عم برجع على لشوف كيف بدي أقدر فوت حدا، بس حتى نقدر ما بعرف إذا حدا هلا ريتا عبير حدا إذا مشي الحال ولا لا. عبير مشي الحال، أنا سفر. أوكي طيب بدنا نكمل يعني
هلا اني لازم انتم تاخذوا اللينكات من بعضكم تشوفوا عبر الايميل تبعكم افضل من دال لانه كل واحد بيطلع بعش بده يرجع فوته كل حدا بيظهر وبعود يرجع بده يعود انا فوته السبب بريد اظهر لحتى فوت فوته. نحن اليوم بالمصادر الفلسفيه والمصادر الدينيه. نحن اليوم رح نبلش فاذا مصادر فلسفيه ومصادر دينيه لحقوق الانسان. بالمبدا ما بنقدر نحن نفهم الحرية الفردية والعلاقة بين الحرية الفردية والسلطة السياسية مجرد حكي وسوالف دغري هيك أو إلا لناخد أو نشوف أو نطلع على نماذج تاريخية وهالنماذج كانت في مراحل وحقبات مختلفة. وهذا الإطار الفلسفي بدنا نشوفه من خلال إحاطة بكل موقع الفرد تجاه السلطة، يعني علاقة الفرد والسلطة هو اللي بيخلينا أكثر نشوف الموضوع الفلسفي. من هون نحن شفنا من المفيد أنه نحن ندرس التطور والتطور المراحل التاريخية لمفهوم حقوق الإنسان، يعني كيف هالإطار تطور وكيف هالدراسات والنظريات والأراء أسهمت بهذا الجانب، كيف نحن منشوفه من خلال تسليط الضوء على أهمية الإنسان. كمان خلوكم معي لأنه كمان مشكلة هذه قصة بيظهر بده يرجع يفوت مشكلة صبايا. ردينا مشكلة قصة ال رولا شحادي هلا كمان مش الحال. بالنسبة للمصادر الفلسفية المصادر الفلسفية فيني أقسمها لا شيء مثالي وشيء واقع، يعني مثل وفي شيء واقع على الأرض. الفلسفة المثالية يعني هي تتعلق بالمثل الطوباوي يعني، واللي هي بتنظر لشيء له علاقة بالكمال المطلق بالعدالة المطلقة. هذه بتكون عادة عبارة عن صرخات احتجاج بظروف اجتماعية ظالمة. هيدي منروح مثلا من خلالها الى جمهورية افلاطون. يعني افلاطون مثل ما بنقول انه بيقولوا انه جمهورية افلاطون، شو يعني جمهورية افلاطون؟ لانه انه جمهورية العدالة المطلقة. افلاطون كان يحلم انه يحقق العدالة المطلقة، ومن هون يعني ما بيصير. هذا بيبقى مثال، يعني واحد مثل عليا بيتمناها بيحاول يوصل لها، ولكن هيدي لا يمكن انه يوصل لها. فإذا فينا نقول من جمهورية أفلاطون لجمهورية زينون اللي أعلن أخوة البشر من الأمم كلها، يعني بمعنى أنه لا دولة ولا تنظيم سياسي بل حرية ومساواة كاملة بين جميع البشر. هذا حكي طوباوي إلى مدينة الله، يعني للقديس أغسطين بالمبادئ الأخلاقية، القديس توما الأكويني. هودي كلهم ما في مصلون، وفي نبتغي أن نوصل للسعادة الإنسانية من خلالها. كمان دكتور بس شوي. نعم إذا أنا بتخيل كيف تاني دكتور في وحدة بتضحك نميرة في وحدة أفتكري حد بس بالصبايا. هلا اللي بيقى عنده خدي إيمان حطيه بالسلطة يظهر ما ليش يزعج الآخرين حتى وضعه. فإذا في حدا مثل ما قلنا الموضوع الفلسفي الصوت هذا مشان هيك أقول أنا إذا حدا مش منتبه فاتح الفكر يشتغل شيء آخر بيعمل تشويش على الجميع. من هون نتمنى إنه ننتبه بموضوع الميكروفون، إذا واحد عنده شيء آخر يسكر الميكروفون. فإذا بالنظريات الفلسفية المثالية أو الطوباوية قلنا عندنا جمهورية أفلاطون وجمهورية زينون، ووصولا إلى القديس أغسطينوس توماس مور وغيرهم. هودي كانوا ينطلقوا بفلسفيات مثالية. هلأ الفلسفية الواقعية هي أخذت نظريات أخرى وأشكال أخرى نظرية سياسية، يعني من ميكافيلي وكتابه الأمير اللي فيه نصائح للسلطة وللحاكم وغيره، وصولا إلى عنا بودوان
اللي كتب عن الجمهورية وتفضيله للملكية إلى توماس هوبس إلى مونتسكيو إلى جون جاك روسو، هؤلاء كلهم كتبوا بهالمبادئ حتى وصولا إلى كارل ماركس ووجوب إزالة الدولة وحكم البلوريتاليا يعني عامة الشعب حيث لا سلطة إلا للشعب، إلى لينين وتروتسكي والدولة الأممية، هؤلاء بالمبادئ الواقعية، هذا بالمبدأ العام. هلأ بالنسبة لهذا عم بحكي نظرية عامة. المسيرة الفلسفية إذن لحقوق الإنسان ما بلشت من هون فقط يعني بس بغفلة من الزمن. المسيرة الفلسفية لحقوق الإنسان حصلت نتيجة تراكمات تاريخية لمسار طويل. هذا المسار كان في ناس ماتت، ناس استشهدت، ناس ضحت، ناس سهرت، ناس تعبت، وهذا كله يعني فينا نقول أنه مسيرة النضال الفلسفي لتحقيق حقوق الإنسان هي مسيرة مليئة بالنضال وبالصراع وبالألم. يعني ما أجت يعني هيك على طبق من فضة أو أجت بغفلة من الزمن، لا، أجت نتيجة في أمم تعذبت وشعوب وناس وأشخاص ويعني وقيادات دفعت أسمين لوصلنا لهم. هذا بالمبدأ. هلأ منين تعود الأصول الأولى لفكرة حقوق الإنسان؟ يعني قصة حقوق الإنسان منين أجت؟ عادة فينا نقول أن قصة حقوق الإنسان أجت نتيجة هذه التراكمات، نتيجة الحياة المشتركة للناس يعني للجماعات البشرية المختلفة. وفي مين بيرجعها لظهور أو لبداية ظهور المدنية يعني معنى التمدن للإنسان. رغم أنه نحن الدرس الماضي حكينا أنه السياق التاريخي بيعيدنا إلى كيفية نشوء التجمعات البشرية الاجتماعية من القبيلة أو ما بلشت عبر القبيلة أو الجمهرة من الناس اللي كانوا بالفرد، وهذا الفرد صار يكون حوله مجموعة وبعدين تطورنا لوصلنا اليوم. فإذا حقوق الإنسان بس عفوا بدي أقاطعك، في شخص اسمه أيمن قال بده يفوت. مين هو؟ شاب اسمه أيمن، خليك معي لشوف. إيه أيمن، يلا حوت نشيل الحال يا أيمن. أيمن مش الحال دكتور، مشكور. أوكي أهلا. بدي منكم تجهزوا حالكم قبل ما نبلش، لأنه دائما أي واحد بيظهر أبعش يفوت بصير بدي أنا فوته. إذا ما كنتوا بدون إيميل بدي يصير كل واحد بدي أرجع أعمل له أكسبت، يعني بوقفني لأروح أرجع مشان هيك حتى نستفيد من الوقت. فإذا سوري دكتور، بس ما نحن ما معنا بعد إيميل ولا يبعثوا لنا إياه على الجروب دغري عم نفوت. شو السبب؟ خوفا كمان الإنترنت. شو السبب؟ نحن ما بعرف بعد ما بعتوا، أنا شخصيا ما بعرف إذا حدا غيري كمان بعد ما بعتوا لي اليوزر نيم. معقول يعني في تأخير من الجامعة كمان. يعني والله ما بعتوا، وأنا كمان بعتوا اليوزر نيم. وغيره لما يوصلنا اللينك على الجروب تبع العام تبع السنة الأولى يمكن بيكون مرق شوية وقت، ولحتى لا يفوق يزبط الانترنت. فعن جد بعتذر كتير أنا دكتور، ما في مشكلة، بس نحن عم نقول أنه نحن لأنه عددنا اسم الله كبير فمنصير كل حدا بياخد جزء من وقت لنرتب بتروح هذه اللعبة مش نستفيد من الوقت بس. أوكي. إن شاء الله خير. نحن بخدمتكم، شو فينا نساعد بنا نحن نساعدكم. ف بس حتى الأفكار ما تتشكل. تفضلي. حضرتك عم بتقول أنه حقوق الإنسان ما أجت بشكل سهل، أجت من معاناة ومن دفع أسمان ومن ضحايا، وما كان أمر سهل يعني. يعني فينا نعتبرها تراكمات، حاجات تراكمت لحتى صار. أكيد تراكمات، أكيد. ما هدي كيف هلأ نحن نتيجة التجربة. واحد بيكون عم يعمل شغلة أول ما بيعملها بتكون مش كتير مزبطة، بصير كل فترة يطور فيها أكثر، بالآخر بتصير بيرفكت يعني بتصير نموذجية. صح. يعني نفس الشيء حقوق الإنسان نعم يعني بتتراكم التجارب لينوجد الشيء اللي نحن بدنا إياه. صح 100%. مثل حتى إذا واحد هلأ مين واحد بيبقى بيعمر بيت بيسكن ببيت، كل فترة بحس إنه كان في لازم يعمل شيء تاني، يغير شيء، يبدل، لأنه حسب الظروف حسب المعطيات
حسب التطورات الاجتماعية العقلية اللياقات، يعني يعني دائما الإنسان في حالة نمو، من حالة تطور في حالة رقي، هذا كله بده يواكبه بشيء يكون بارالل علي، وهذا اللي بيصير. وعلى الأساس يعني مثل ما قلنا فكرة حقوق الإنسان فكرة جديدة ما كانت قديما، لأنه الإنسان كان عنده أولويات أخرى بالأول. هلأني صر بس الإنسان أيمتى بيصير يفكر بحقوق الإنسان أكثر؟ وقت اللي بيرتاع على حاله. بس إذا واحد عم بيموت بيدور أول شيء يعيش، إذا مريض بالمستشفى بيدوروا أول شيء يخلوه على قيد الحياة، وبعدين بيعالجوا له الألم، بيعالجوا له نقاط الوجع، وهيك الحياة كلها بنفس الطريق. فإذا العالم بطريقة موضوع النظريات الفلسفية شهد كتير تطور إلى شيء له علاقة بالنظريات من المفكرين ومن الفلاسفة، واللي بالتالي كلهم كانوا لهم علاقات في منا مستمد من المفاهيم الطبيعية، وهن ساهموا رويدا رويدا بتأسيس نظريات جديدة عن دور السلطة وعلاقتها وعلاقة الفرد وحريته وحقوقه. هلأ نحن مثل ما قلنا الأسبوع الماضي، أكثر أثر وضع لحقوق الإنسان بشكل مكتوب رسمي وأساسي هو عند قيام أو إشعال أو إذكاء شعلة الثورة الفرنسية بال 1789، وكانت هيدي حكينا عنها الأسبوع الماضي. الثورة الفرنسية أول إطار قانوني منظم وبعد منه توالت إعلانات حقوق الإنسان والشرع اللي لها علاقة بهيدي الحقوق، وحتى النظريات المختلفة ومتطوراتها. ومن هون نحن هلأني لحتى نسهل دراسة هاي النظريات الفلسفية وتعليم بعض الأديان، نحن نبحثهم بمبحثين اثنين. أول مبحث هو نظري أهم النظريات الفلسفية. الشيء الثاني المبحث الثاني اللي احنا نحكي فيه اللي هو له علاقة بالأديان، يعني تعاليم الأديان. بالنسبة لأهم النظريات الفلسفية، يعني أنا قسمتهم لأربع. في عنا أربع نظريات فلسفية. عندنا بالمطلب الأول اللي هي بنسميها نظرية مدرسة القانون الطبيعي، يعني النظريات الفلسفية اللي هن مثالية وواقعية قسمناهم لأربعة، أكثر فصلناهم هن مسارين ولكن قسمناهم لأربع نظريات: نظرية مدرسة القانون الطبيعي، نظرية العقد الاجتماعي، وعندي نظرية فلسفة عصر الأنوار، وعندي نظرية الحرية الاقتصادية. كمان في حدا عم يفوت، خليني أشوف. يعني فرح يعني ممكن في حدا اسمه فرح عم تحاول، ما بعرف إذا فرح مشي حالة فاتت ولا لا، ما بعرف. فرح صرتي معنا؟ ماشي. إذا صارت معنا فرح تحكينا أنه نتأكد أنه. فإذا النظريات الفلسفية الأربعة، عندي نظرية مدرسة القانون الطبيعي أولا. شو يعني مدرسة القانون الطبيعي؟ نظرية مدرسة القانون الطبيعي هي اللي انعرفت بالحضارات القديمة، وهي بلشت أكثر بكتابات الفلاسفة اليونان، يعني مثل الرواقيين ستوسيانس، اللي كانوا ينادوا دائما هودي انه بوجود قانون طبيعي يحكم ويتجاوز حدود الدول، يعني قانون عام، ما في شيء اسمه دول وحدود بين الدول، هذا قانون الفلسفي بمعنى انه الانسان بانسانيته كانسان اينما وجد ما في حدود طبيعيه بتعيق بين دوله ودوله. هدف هالقانون كان هذا القانون الطبيعي هو تحقيق او احقاق سعاده الفرد، وهذا كان الفقيه الروماني قيصرون سنة 106 إلى 43 قبل الميلاد، هو كان أب هالفلسفة هيدي الفلسفة، سياسة هالفلسفة هيدي اللي بنسميها فلسفة نظرية القانون الطبيعي بروما. وهو ده هيدا قيصرون كان عنده مؤلف بالتشريع، كان يقول فيه إنه الإنسان هو المخلوق الخالد بالطبيعة، وهو المصدر الأول لفكرة العدل. يعني مشان الإنسان ولغاية للإنسان لحتى الإنسان يستفيد منها خلقت فكرة العدالة. كان يضيف بأن حرية الإنسان يجب
أن تخضع لسنة القانون، يعني القانون هو اللي بيحمي الإنسان وبيأمن له مسار حياته الصحيح. وبالتالي أنه كلنا نحن كمواطنين كبشر كناس مخلوقين عبيد للقانون، لأنه القانون هو اللي بيساوينا ببعضنا وبنصير ساعة أحرار، يعني أحرار تحت سلطة قانون موحد بيحمي الجميع وبيعطي لكل واحد حقه. دكتور حضرتك قلت شيشاني روماني أو يوناني؟ الروماني هو يوناني نفسه. نفسه؟ قانون الروماني هو قانون يوناني، هي اليونان اليوم قديما اسمت بلاد الرومان، واضح؟ مش روما يعني. يا روما بلا انتبهوا، ما هي اليونان كيونان مش اليوم الدولة اللي اسمها يونان اليوم بجزء على حدود تركيا أو على البحر المتوسط، كان كل هذه المنطقة ما كانش في شيء حدود، يعني هاي دول كيانات مصطنعة، كانت يعني اليونان وإيطاليا وحواليهم بعض الدول، حتى يمكن فيينا، حتى بعض الدول الموجودة بالمحيط تشيكوسلوفاكيا أو غيرها، مجموعة هالدول كانوا كلهم يسموهم بلاد اليونان. عم تنتبهوا علي صبايا شباب؟ فهمتوا الفكرة؟ مين واضح؟ شكرا دكتور. إيه. فإذا هودي كان بلاد اليونان، يعني الإسكندر، وقت نقول الإسكندر المقدوني اللي إجا عبلادنا هو يوناني، يعني هو مقدوني، يا مقدونيا، يعني حتى مقدونيا دولة هي كمان من محيط هذه الدول. فبالتالي لأنه كان من مقدونيا كان يقول الإسكندر المقدوني هو اليونان، كله بلاد اليونان. فإذا شيشرون شو كان يقول؟ شيشرون اللي هو قلنا عنه يعتبر بحق أب الفلسفة السياسية بروما، روما لأنه كانت العاصمة الأساسية لموضوع اليونان، بمعنى كانت من الدول من المدن المهمة. شيشرون كان يقول إنه الناس متساويين لأنه بيملكوا عقول. نحن حكينا سابقا انه الانسان بتميز عن الكائنات الاخرى بانه هو حيوان اجتماعي. شو يعني حيوان اجتماعي؟ يعني يملك عقل. ومن هون على لانه الانسان هو بانسانيته يجب ان يتساوى مع الاخر لانه له عقل بيملكه مثل بعض. ومن هون اجت النظريات للمساواه، ما بيقولوا مساواه مثلا المخلوقات الاخرى حيوانات وغيره، لا البشر، لانه البشر لهم عقول، يعني عندهم ثواب وعقاب، يعني في حساب على الهم، والا الحيوانات ما بتتحاسب لانه ما عندها عقل. كمان بسنه ال 25 ب 1625 نشر المفكر كمان اليوناني غروتيوس كتابه حول قانون الحرب والسلام، ووقتها انتشرت افكار له بالقرنين السابع والثامن عشر، وبلش يصير له انصار لغروتيوس بكل اوروبا، وكان على راس انصاره يعني هو الفقيه الدستوري اللي كان بوفندوف بال 1631-1694. هلا الأرقام مش كتير بهمني تتعبوا حالكم فيهم، بس تاخذوا فكرة عنه. اللي شرح يعني بوفندوف شرح بمؤلفه اسمه القانون الطبيعي وقانون الشعوب فكرة شو هو فكرة القانون الطبيعي وعلى ماذا يرتكز هذا القانون. من هون فينا نقول وجود قانون طبيعي ناتج عن طبيعة عقل الإنسان هي الأساس، لأنه بتحمي الحقوق، وهذه الحقوق كانت ثابتة وهي حالة فطرية. يعني الإنسان بطبيعته بحب الحرية، بحب الحياة، بحب العلاقات الاجتماعية، فبالتالي طبيعي جدا هذا الإنسان أنه يكون ويروح باتجاه نشوء دولة أو مجتمع متكامل متضامن، لأنه طبيعة الإنسان هي الكائن اجتماعي. الإنسان هو اجتماعي بطبعه، اجتماعي يعني بده يعيش ببوتقة مع آخرين. هذا باختصار بالنسبة لنظرية مدرسة القانون الطبيعي اللي ناتجة عن طبيعة الكينونة البشرية، وأهم الرواد اللي فيها قلنا عنهم الفلاسفة اليونان اللي حكينا عنهم من الرواقيين وصولا لبوفندوف وغيره. المطلب الثاني هو نظرية العقد الاجتماعي. هان بلشت البشرية تتطور، كانوا بالأول عم يحكوا شيء مجرد، بلشنا نظرية العقد الاجتماعي. العقد الاجتماعي رح ناخد نحن ثلاث أعلام فيها، يعني مفكرين أساسيين بنظرية العقد الاجتماعي أو كانوا يؤمنوا بها النظرية، اللي هن هوبس يعني بال 1588 ل 1679 عاش ومات،
هذا حسب نظرية هوبس. يعني قبل هوبس ما كان المجتمع قبله يقدر عنده حاكم، مع هوبس بلش يفكر المجتمع انه يختار حاكم. يعني صاروا المجموعة البشرية يتفقوا ويقولوا والله بدنا نأمر حدا علينا أمير أو مسؤول، من هون يعني يسموه حاكم. يعني جمهرة من الناس كان على أساس على اختيار حاكم، وعلى الأساس بلشوا يعملوا عقد اجتماعي بينهم وبلشوا يختاروا رئيس، لأنه بيعتبروا أنه هالرئيس بملكو صلاحياتهم وبيصير يحكي باسمهم، وبالتالي رغبتهم هو بيصير ينفذها، ومن هون بيكون وضعهم بحالة أفضل من أنه يكون كل واحد لحاله بده يقرر لحاله، وبالتالي بعش يتفقوا. فإذا هوبس بنظريته حاول لكن تبرير السلطة المطلقة، يعني بمعنى شو؟ أنه نحن انتخبنا حدا منا، مثل ما أنتوا هلأ أني بتكونوا بالصف تنتخبوا حدا مسؤول عن الصف. هذا المسؤول عن الصف هلأ في قانون عندكم أنتوا بالصف، هو بينفذ القانون. بالأول لا، كان هذا اللي ينتخب عنده صلاحيات مطلقة، ومن هون كان عم بيكون حاكم مطلق الصلاحية، وهذا الدفول اللي كان بهذا الجانب بهذه المرحلة. فإذا بعهد هوبس كان الحاكم اللي بلشوا فيه كان هو الدفول اللي كان أنه بعدهم بداية. في حدا اسمه دانا كمان ما بعرف إذا نقدر نفوت. مشي الحال دانا؟ نعم. هلا هيدول عم تحكيهم هن الـ PDF اللي انت بعتهم ونحفظهم مثل ما هن؟ ما سمعتش، رجع عيدي لانه قطش بالاول الصوت عندي. هلا عم تشرحهم اللي بعتهم PDF بنشرحهم نحفظهم مثل ما هن؟ ايه هلا هن بالكتاب موجودين. هلا انا بضيف يعني بالشرح الزيادة انه في شغلات ومعطيات بتوسع اكتر بالشرح، بس هلا بالشرح يعني الكتاب مختصر اكتر يعني مضبوط اكتر. انتم مسؤولين عن الكتاب مش عن غيره، بس انا زيادة المعلومات حتى تقدروا نعمل مروحة اكتر شوي ونفصل وكذا نعطي امثلة، هذا الجانب. بس انتم مش مسؤولين عن هذا، معلومات عامة لكم، زيادة معلومات عامة فقط. اوكي طيب. فإذا بنظرية عقد اجتماعي عندي هوبس ولوك وروسو. قلنا هوبس موضوع جمهرة، انتخبوا واحد عطوا صلاحية مطلقة. لوك كمان بس 1632-1704 وضع أسس فلسفية لحقوق الإنسان، وهو أول من أبرز بجلاء نظرية العقد الاجتماعي. بتعرفوا شو يعني عقد اجتماعي صبايا وشباب؟ شو يعني عقد اجتماعي؟ يعني حدا في يقول لي شو يعني، شو بتفهموا بكلمة عقد اجتماعي؟ هاي الأسئلة بس لحتى تشوف وين بتعرفوا، والشي اللي ما بتعرفوه لطوروا ووسعوا أكتر، مش أي شيء آخر. بس اللي ما بيعرف منا مشكلة إنه يقول ما بعرف، لحتى نحن نقدر أعرف أنا قديش بدي وسع بالشرح معكم لتفهموا. ماشي نعم. حضرتك قلت أسس فلسفية وراح الصوت من عندي، ما بعرف إذا قلت شيء تاني. لوك وضع أسس فلسفية وما تسمعت شيء. ايه وضع اسس فلسفيه لحقوق الانسان، وهو ابرز شغله بهذه الاسس الفلسفيه. اهم شيء ابرزه لوك هو نظريه العقد الاجتماعي. شو يعني نظريه العقد الاجتماعي؟ نظريه العقد الاجتماعي شو بتفهموا بالعقد الاجتماعي؟ بس في حدا حب انا اعرف انه مستوى معلوماتكم حول مفهومكم للعقد الاجتماعي، يعني كيف واحد منكم بيقرا شيء اسمه عقد اجتماعي شو بيتبذر لذهنه؟ شو هو يعني؟ دكتور الصوت طبيعي. اول شيء من اسمه انه عقد اجتماعي، عقد يعني في شروط، والشروط للمجتمع يعني على الشعب، وهو عقد لضمان حقوق. نعم عقد لضمان لحقوق. نعم العقد اتفاقية بين اثنان. لا إذا ما في عقد يعني في شروط بقلبه. إيه بس كرمان العقد يعني في اتفاق. مين عم مين حسين عم يحكي؟
ايه طيب خلينا نختصر لان هي الصوت مش عادي اجتماعي دكتور هي العلاقه بين افراد بعض بين الدوله نعم قبل الدولة العقد الاجتماعي هو العقد الاجتماعي ممكن نعتبره انه حقوق انسان بس الدولة مثل كأنه نحن هلا بندفع ضريبة بس نحن في لنا حقوق بالنهاية يعني مثل شروط متبادلة بين الدولة وبين الانسان يعني انا عندي حريات بس صح. ممكن تكون بين شخص وشخص يعني احسنت على كل الاحوال يمكن شوي الانترنت عم بيقطع صح انا بيهمني انه انتم تكونوا عم تسمعوني صح ولا لا يعني انتم عم تسمعوا صوتي صحيح ولا مقطع واضح او انا عم بقطع اوكي لانه انا عم بسمع صوت احيانا تجي لعندي مقطعه بقدرش افهم شو الاجوبه او الاسئله اللي عم بتصير على كل الاحوال خلينا بيهمني انا الاستاذ يكون عم صوته واصل صح لحتى انتم تستفيدوا منه العقد الاجتماعي هو عقد بين اكثر من طرف في يكون إنسان وإنسان في يكون إنسان والدولة في يكون مجموعة الناس مع الدولة العقد يعني في أكثر من طرف عامل عقد مع الثاني هذا بيقدم شيء وهذا بيقدم شيء اليوم أكثر ما نحتاج له نحن بعقدنا الاجتماعي اليوم بلبنان هو التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي بهالأيام هو حول مسألة ما هو حاصل حول واقع الاقتصادي السيء للمجتمع لأنه أهم شيء اليوم بالعقد الاجتماعي انه الناس تكون عم تدور على بعضها تشوف بعضها تساعد بعضها انه اللي مقتدر يساعد الاقل قدرة والغني يساعد الفقير حتى الناس تقدر تعيش بشوية كرامة هذا بنسميه عقد اجتماعي يعني الناس وقت بتصير تساعد بعضها اذا الاقربون اولى بالمعروف اذا واحد حوله من محيطه من اقرب الناس له انطلاقا للي ما بيعرفه ولكن بحس انه عنده حاجة معينة هذه كتير مهم واساسي لهالسبب بدنا كلنا نشتغل عليها هذه الأمور إن شاء الله أنه هذا العقد الاجتماعي بيكون دائما قائم لأنه الدولة قديش بيكون فيها عقد اجتماعي له دور راح صوتك ما مش سامعين هلأ ما بعرف إذا عندك بس ولا عند الكل هلأ ما بعرف هلأ واحد ما سامعين دكتور نعم. أنا سامع فإذا مش من عندي إذا حدا عم يسمعني يعني بيكون مش من عندي ماشي هلأني بهم أنا بقول أنه أنتوا تسمعوا من عندي هلأني يمكن حدا منكم يكون الانترنت عندكم بيروحوا بيجي بيصيروا تعتبروا أنه مش عم تسمعوا فكروا الكل لا هو لحد هلأ الانترنت عندي منيح ما أشبه شيء فإذا لوك طرح نظرية العقد الاجتماعي هي نظرية مهمة خليني انتقل بدي شرع شوي لأنه روسو بال 1712-1778 صاغ فكرة لحقوق طبيعية بشكل جعل السلطة خاضعة لإرادة المجموع مثل ما منلاحظ أنه هوبس انتخبت جمهرة من الناس حدا لوك اشتغل على عقد الاجتماعي روسو إجا بلش يقول أنه السلطة لازم تكون خاضعة لإرادة المجموعة يعني مجموعة الناس يعني نحن عايشين بمجتمع هذا المجتمع هو بيقرر مين بده يعني أي السلطة هي خاضعة لسيادة الشعب ومن هون إذا نحن بدنا ننتخب حدا أو نفترض حدا حاكم علينا لازم يكون هذا الحاكم بيشتغل برأينا وبأمرنا وبيكون نحن عم نعطيه سلطة نحن عم نعطيه سلطة يتصرف فيها ولكن السلطة بدها تكون خاضعة لإرادتنا مش سلطة مطلقة مثل ما قال هوبس أو مبلش عند هوبس من هون الخضوع روسو بيقول خضوع السلطة لإرادة الأفراد خضوع تام لصاحب السيادة يعني صاحب السيادة اللي نحن منوكله بصير هو بده يأخذ رأينا ومن هون مثل الوكالة اللي نعطيها للنائب أو لرئيس البلدية أو المختار أو لغيره بالتالي بده يمثل الإرادة اللي بتنتخبه وبس يطلع عن النص الإرادي ساعتها بيصير مفروض ينعزل وهيدي بتشكل الإرادة الحقيقية للأفراد وهون نسميها الشيء الأساسي بالسلطة هذا بهيدي النظرية بالمطلب الثاني اللي هي نظرية العقد الاجتماعي إذا بدي روح على المطلب الثالث اللي هي نظرية فلسفة الأنوار
هذا بالقرن الثامن عشر، يعني فلسفة الأنواع بالقرن الثامن عشر. لأنه ليش صار؟ صار عندي، بلش عندي بهالمرحلة بلش يصير عنا تطور أكبر بالبشرية بالإنسانية، صار عندي ثورة ثقافية، يعني بلش المجتمعات تنمى وتكبر وتتطور أكثر وتتمدن. بمرحلة نظرية فلسفة عصر الأنوار بلش يخلق عندي فلاسفة كمان أهم وأهم، يعني استفادوا من هوبس ومن لوك ومن روسو ومن غيرهم الكتار وطوروا. ومنهم إجا عندي مونتسكيو، إجا فولتير، إجا ديدارو، إجا روسو، كلهم هودين إجوا بأوروبا وتحديدا أكثرهم بفرنسا، هيوم وغيون بإنجلترا، ليسينغ وكانت بألمانيا، فرانكلين وجيفرسون بأمريكا. هؤلاء كلهم أكثر صاروا يطوروا فكرة الفلسفة، نظرية الفلسفية من خلال إعادة اكتشاف الإنسان واعتبار هذا الإنسان هو محور الكون، يعني الكون والأنظمة وما حولها كلها بتخلق أو بتنحط لخدمة الإنسان. ومن هون بلش أكثر يتطور عندي مفهوم الحرية، مفهوم التقدم، مفهوم الإنسانية، مفهوم العلاقات البشرية والمؤاخات بين البشر. يعني بلشنا بهذه نظرية فلسفة الأنوار، يعني شيء فينا نقول باختصار إنه التنوير، عصر النور، يعني المعرفة، الضوء كذا. وهون منبلش مع مونتسكيو. مونتسكيو بال 1689 لل 1755، هيدا الفيلسوف الكبير اللي اسمه مونتسكيو عاش بعهد ملك فرنسا لويس الرابع عشر سنة 1715، لأنه بلشت أكثر بالتحرر. يعني نحن قلنا الثورة الفرنسية انطلقت، تعرفوا أي سنة يا صبايا وشباب؟ حدا بيعرف الثورة الفرنسية أي سنة؟ 1789. صح، برافو. فإذا 1789 مونتسكيو هو كان بال 1715 بلش، يعني بال 1715 مات ملك فرنسا لويس الرابع عشر. بعد ما مات لويس الرابع عشر كان عامل ديكتاتور، امبراطور، كان حاكم سلطوي. بلشت أكثر تتحرر بعد هالوفاة، بعد ما مات لويس الرابع عشر كان حاكم متسلط إلى حد ما. بلشت بعد ما مات التيارات الفكرية والسياسية والدينية بلشت تتحرر، بلشت تقدر تحكي بحرية أكثر، لأنه بالأول كان عامل قمع. يعني لويس الرابع عشر كان عامل قمع لكل هالأمور. فإذا من وقتها بعد ما توفى طلعت، بلش مونتسكيو أكثر يبلش أفكاره، بلش أكثر يبلش يظهر أفكاره، ونشر مؤلفه بعد ما توفى الأول اسمه الرسائل الفارسية. وهذه الرسائل الفارسية هي اللي كانت تتناول مسائل إنسانية إلى علاقة بالإنسان، بكينونة الإنسان، يعني الأخلاق، الدين، الحب. وكان عنده مؤلف شهير اسمه روح الشرائع، عمله بال 1748. هو اللي هيدا المؤلف من خلاله تطرق هو لكتير شغلات إلى علاقة بالبشر ودراسة القوانين والأعراف لكتير من شعوب الأرض. ومن هون كانت الحرية عند مونتسكيو هي أنه يكون عندي سلطة، دولة مستقلة. وهيدي بالسلطة والدولة المستقلة بتكون السلطات مستقلة عن بعضها. وهو صاحب أهم نظرية يا صبايا وشباب، اللي هي مبدأ السلطات الثلاث اللي بتتألف من الدولة. نعرف شو هي السلطات الثلاثة بتتألف من الدولة يا شباب وصبايا؟ تشريعية، تنفيذية، قضائية. نعم، عيدي شو قلتي؟ تشريعية، تنفيذية، قضائية. صح. فإذا السلطات الثلاثة واللي نحن اليوم بمعمعتهم، السلطة التشريعية اللي هي بتشرع القوانين، بتسن القوانين، السلطة التنفيذية اللي هي عمليا بتنفذ
تسهل على تنفيذ هالقوانين، والسلطة القضائية اللي هي الفصل بين التشريع والتنفيذ. نعم، هاودين شوفوا من أيمتين، من 1748 هو اللي حط هذه النظرية لهذه السلطات. يعني مونتسكيو من 300-400 سنة حط هذه النظريات وقتها، أنه الدولة لا يمكن تقوم بشكل مستقل واضح وتكون دولة صحيحة عم تشتغل بشكل تؤمن حرية الفرد والإنسان وإنسانيته إلا ما يكون مبنية على سلطات مستقلة تتعاون فيما بينها، وهي السلطات الثلاثة تتألف منها الدولة اللي هي مثل ما قلنا التشريعية التنفيذية والقضائية. وإذا وبيقول مونتسكيو كل ما كانت السلطة هاي الثلاث سلطات مجمعة بإيد واحد كل ما كانت الدولة تعسفية. يعني بدها تكون الدولة لتكون دولة فيها حرية حقيقية بدها تكون السلطات كل وحدة مع جهة. ما بيصير انه يكون اللي هو ماسك السلطة التشريعية هو ماسك سلطة تنفيذية هو ماسك سلطة قضائية او سلطتين لثلاثة. كل سلطة بدها تكون منفصلة عن الاخرى لحتى يكون عندي حرية، وبالتالي ليكون عندي فصل السلطات بيعتبر لانه وسيلة قانونية اساسية لحماية الحريات. وهذا الحكي تبع مونتسكيو هو اللي خلاه يحتل المكان البارزي بالنسبة للنظرية الدستورية في الغرب وفي الشرق. يعني على مستوى العالم النظرية الدستورية حتى اليوم لا تزال تدرس هي نظرية مونتسكيو. واضح؟ حدا عنده شيء سؤال؟ طيب بالثالث بنظرية فلسفة عصر الأنوار اللي بدنا ناخده كنموذج هو فولتير. فولتير من 1694 لل 1708 لقبل الثورة الفرنسية. هاو كل هون انتبهوا صبايا انتو شباب، مونتسكيو وفولتير عمليا مونتسكيو وفولتير هن من اللي وضعوا يعني اللمسات الأولى اللي خلوا الثورة الفرنسية تقوم. يعني هن بكتاباتهم بنظرياتهم بأرائهم مهدوا الطريق ليصير عندي ثورة فرنسية سنة 1789. فإذا فولتير مات قبل الثورة بشي 10 سنين. يعني عاش فولتير كان بحب الحرية ولكن كانوا مقموعين بفرنسا. بفرنسا كان في ظلم، كان الملكية الفرنسية ظالمة، فبالتالي فولتير عاش بإنجلترا فترة طويلة من الزمن لأنه هو من أسرة فرنسية برجوازية هرب لإنجلترا لأنه كان بإنجلترا جو الحرية أهم من فرنسا. وحتى كان معجب بإدارة نظام التمثيل الحكم، إدارة الحكم بإنجلترا لأنه كان في حرية رأي ومناقشة وغيره. وقت اللي رجع على فرنسا قرر يرفع من وتيرة الكفاح من أجل الحرية ومن أجل إقرار مبدأ له علاقة بالتسامح الديني ما كانش في تعصب. فولتير هيدا كان مش ملحد، كان معادي للكنيسة رغم أنه مش ملحد، يعني ما كانش هو ضد الدين ولكن كان يعتبر الكنيسة عم تتصرف بشكل مش صحيح وهي مش عم تشتغل بطريقة يعني إلى علاقة بالعدالة. لهالسبب كان كتير يخاصم ومعادي للكنيسة وكان يعتقد بالله. هو فولتير نادى بالإصلاحات وأنه هالإصلاحات يجب تكون من منطلق إداري ومنطلق مدني وأنه هالإصلاحات تكون الهدف تبعها هي خدمة الإنسان وحتى بحقوقه، حتى بحقوقه انه اذا واحد بده يلغي كان يطالب. شوفوا من ايمتى الغاء عقوبة الاعدام، انه واحد بوقفه بالحبس بده يكون في له كمان حقوق بالحبس، في منع التوقيف التعسفي التعذيب كلهم هودي كانوا، كان انه حرية الرأي وحرية التعبير حتى وحدة التشريع. وكان يقول انه لا يجب ان تتناسب العقوبة مع الجريمة، مش انه والله واحد بيسرق بيضة لأنه جوعان بنحبسه سنة، بينما هيدا لازم نحبس الحاكم لأنه الحاكم ما أمنش عدالة لحتى هالمواطن ما يقعد بلا أكل. فإذا بالتالي هون نقول تناسب العقوبة مع الجريمة.
حتى انه حكى بالضرائب وتحصيلها والحقوق الاجتماعية للناس من خلال الغاء الاقطاع. واضح؟ بهيك ممكن خلصنا نحن نظرية فلسفة الأنواع كنماذج مونتسكيو وفولتير. ننتقل لنظرية الحرية الاقتصادية. حدا عنده شي سؤال قبل ما ننتقل على نظرية الحرية الاقتصادية؟ نظرية الحرية الاقتصادية هذه بهالنظرية صار عندي برز، عندي مدارس اقتصادية إلها فضل في وضع أسس علمية أساسية للاقتصاد السياسي المعاصر. لأن اليوم نحن نظرية الحرية الاقتصادية، حدا بيعرف يقول لي شو يعني بعصرنا اليوم؟ مثل شو؟ مثل يكون عنده الحرية إنه يتاجر مع حال الله بلد بده إياه، يكون رصيد حاله مثلا بالإنتاج وهيك. مثل السرية المصرفية ونقل الأموال من بلد لبلد. شو حسيت مع صوتك في الواضح؟ حرية الإنتاج وإنشاء مؤسسات اقتصادية وكمان حرية الاستهلاك. مثلا يكونوا مثل نظام ليبرالي ويتاجر مع مين اللي بده ويستورد من مين بده. النظام الليبرالي نعم. إذا النظام الحرية الاقتصادية هو النظام السائد اليوم بلبنان تحديدا، بأمريكا، بفرنسا، بأوروبا. يعني كان في أنظمة اندثرت وأنظمة لا تزال. النظام الاشتراكي والشيوعي بلش يندثر بالعالم نتيجة ظروف محددة. النظام الاقتصادي هو نظام الحرية الاقتصادية الفردية، بمعنى أنه الإنسان اللي بده إياه بيشتغلوا بالاقتصاد، وبالتالي كل واحد يشتغل هو جهده ونشاطه. لكن هذا النظام هو نظام بيعطي حرية للإنسان، بيريح الإنسان، لكنه بيعطي ظلم. يعني مثل ما هو سائد اليوم عندنا، في ناس يتكدس رأس المال عندهم، وفي ناس بيناموا بالليل بلا عشاء، بالليل بلا عشاء. فإذا عادة النظام الاقتصادي الحر هو نظام بده يكون في إشراف، بده عدالة، بده تكافؤ فرص، بده رقابة، وبده يكون الدولة قادرة وبتواكب. بس إذا كان الدولة فلتانة مثل عنا وخربانة ونظام اقتصادي حر، بنروح على الاحتكار، بنروح على طبقة أغنية وطبقة فقراء. وهون العالم للأسف اليوم، أمريكا اللي هي رائدة النظام الاقتصادي أو الحرية الاقتصادية لا تعمل بعدالة، وهو سبب البلاء اليوم بالعالم. إنه أمريكا اللي هي أسست النظام الاقتصادي الحر أو هي قائدة هذا النظام، ما عم تشتغل فيه بعدالة، بدليل انه هي متحكمة بالاقتصاد بالعالم بدون ما يكون حدا بيراقبها او حدا بيقول لها هنصح وهنخطأ. وهذا اللي عملنا ازمات كتير كبيرة اليوم كلنا سوا، وهذا اللي عم ندفع ثمنه. عندي حدا بده يفوت الحوراء. دكتور، النظام الرأسمالي يعني بيختلف عن النظام الاقتصاد الحر ولا هو ذاته تقريبا؟ لا، الرأسمالي هو ذاته الحر. النظام الاقتصادي الحر هو النظام الرأسمالي، يعني اسمه الكابيتاليزم، يعني نظام رأس المال. النظام الحر يعني أنت حر تنتج اللي بدك إياه، تبيع اللي بدك إياه، بتحط السعر اللي بدك إياه. هذا نظام حر، أنت قادر تجيب زبونات، قادر تبيع، قادر تسوي، ما حدا بيردك. النظام الاشتراكي بحدد، الدولة بتكون تتدخل بالشيوعي أكثر وأكثر، بيصير كل شيء للدولة. بالنظام اللي كان سائد شيوعي، الدولة بتتدخل بكل شيء وهي بتقرر. النظام الاشتراكي بيكون أقرب للنظام الشيوعي من النظام الحر. النظام الميكس اللي هو اليوم مختلط، في أنظمة مختلطة. الصين مثلا على سبيل المثال هي نظامها اشتراكي شيوعي، لكنه عامل اختلاط. اليوم الدولة بديرها نظام شيوعي، ولكن الاقتصاد بديره نظام حر. يعني عاملين موائمة، يعني عاملين موائمة بين الحر والاشتراكية، لحتى عملوا هالاندفاع، لأنه كانوا بالنظام الاشتراكي ما فيهم ينافسوا. فلسبب الاقتصاد بالصين هو اقتصاد حر، لكن الدولة وإدارة الدولة هي اقتصاد
مبدأ اشتراكي من مفهوم شيوعي. فإذا النظرية الاقتصادية الحرة هي مدرسة اقتصادية حرة اللي يسموها فازرز تريسوقراطية بفرنسا وتقليدية ببريطانيا. هذه المدرسة نشأت هذه المدرسة على إيد الطبيب، يعني أول من أسس النظرية الاقتصادية الفيزوقراطية هو الطبيب اللي اسمه فرانسوا كيسناي، نشر كتابه حول الجدول الاقتصادي تابلو إيكونوميك يعني، واللي كان بيحدد كيفية توزيع الثروة على الهيئة الاجتماعية، كان يشبهها مثل الدورة الدموية بجسم الإنسان، انطلاقا من أنه في شريان وبلش الشرايين أدق فأدق وتتوزع، هني كانوا يعتبروها. هؤلاء الفيزيقراطيين كان شعارهم أنه لسي بسي لسي فير لسي بسي، دعه يمر يعني دعه يعمل، يعني يشتغل يتبدو إياه وأنت راقبه بس. هذه المدرسة التقليدية ظهرت كمان بإنجلترا وكان لها أنصار بكل أوروبا، ومن روادها حتى اليوم بعدنا مندرس أو مندرس بالمدارس بالنظريات الاقتصادية، هو نظرية أدم سميث ونظرية ديفيد ريكاردو ونظرية جون ستيوارت ميل، هؤلاء كلهم فلاسفة لهم علاقة بالاقتصاد الحر، نظروا الاقتصاد الحر، وهن اليوم الاقتصاد الحر ماشي على نظرياتهم اللي بيسموها نظريات البرجوازية، يعني البرجوازية صاعدة بفرنسا بأمريكا ببريطانيا بأمريكا الشمالية تحديدا، وهي عمليا اللي تسعى أن يكون الدول أكثر ديمقراطية وتحرر، لكن هذا الواقع الحقيقي مش صح. اليوم الأنظمة الرأسمالية عم تخلي الكابيتاليسم يعني رأس المال عم يتكدس بمحل واحد، وبالتالي في طبقات فقيرة لسبب في بطالة، عم يعتمدوا اليوم على المال الخليجي مثلا النفط العربي، عم ياخذوا لهم مصاريهم لحتى يوقفوا البطالة عندهم، رغم أنه هذه أنظمة اقتصادية حرة لازم تكون هي عاملة لحالها ديناميكية. هذا عم بحكي بالعموم وبشكل مختصر. إذا انتقلنا عم بحكي اقتصادي نظريات اقتصادية، انطلاقا من هذه النظريات بدي روح على شيء اسمه بالغرب ما حدا بيحكي عن شيء عند العرب بنظريات اقتصادية، يعني العرب ما حدا عم يحكي بالغرب كان يحكي عنه انه عنده شيء نظريات، وخصوصي نحن بنلاحظ انه العرب مسيحية او مسلمين او حتى علمانيين عندنا مفكرين كتير كبار اشتغلوا بالاقتصاد وحتى بحقوق الانسان، وبالتالي بكتابات الى علاقة بالفلسفة الاقتصاد مثلا. وهون انا عم بعطي عرضا لاقول انه ابن المقفع ابو العلاء المعرلي الكواكبي سمعانين فيهم كلهم، هودي كلهم عملوا كتب بحقوق الإنسان وحملوا كتب بالعدالة. ابن المقفع بكتابه كليلة ودمنة، وأكيد حدا منكم أريانه، كان يحكي باسم الحيوانات، بس الهدف من حكيه باسم الحيوانات يهرب أنه يتعاقب، كان يحكي باسم الحيوانات ولكن كان عم يأشر على العدالة، أنه العدالة المفقودة بالمجتمعات. لنرجع يعني في حدا عم يظهر ومش عم في يفوت يرجع عنا. ماشي حوراء شمي مشي حالة ولا بعد؟ دكتور لو سمحت. نعم. بس بدي اسم أول فيلسوف سميت لنا إياه بالمدرسة الاقتصادية الحرة. نعم. لو سمحت. الطبيب الفرنسي فرانسوا كيسناي اللي هو أنشأ المدرسة الفيزيقراطية واللي نشر كتاب بالجدول الاقتصادي، يعني هذا أساسه. بعدين بلش عنا النظريات الثانية مثل ما قلنا أدم سميث ديفيد ريكاردو جون ستيوارت ميل غيره كتار، يعني قلنا هيدا بالموضوع الاقتصادي الغربي. أما عند العرب كان عنا كتير بيشتغلوا، ولكن العرب كان تاريخهم ما كانوا عم يدوروا على حالهم لسبب ما كانوش يأرخوا كتير. لهسه إذا بنرجع نحن بنلاحظ عند العرب نشوف عنا ابن المقفع مثل ما قلنا، عند العرب أبو العلاء المعري، عنا الكواكب عبد الرحمن الكواكبي، عنا كتير ناس اشتغلت بهذا الموضوع وهذا أمر موجود. وعنا معري رغم أنه كان أعمى وكان عنده موقف معادي للدين، لكن كان ليش معادي للدين؟ لأنه كان كتير من رجال الدين يستغلوا الدين
مسؤولين لتحقيق مآرب شخصية، فحقد عليهم وحقد على الدين. ومن هون كان هذا الجانب تبعه أنه كان كتير معادي لإلهم، وهو كتير اشتغل بصرخته. كان له شرخة شهيرة، كان باللاد أي ضجي ما بين أحمد والمسيح هذا يدق بناقوس وذاك بمئزنة يصيح، أنه بس كانوا أنه يكونوا عم وكأنهم عم يعني يحاولوا يتصنعوا على الناس، أو بس يعني ياخدوا الدين إطار بس ذريعة أو شيء. الكواكبي اشتهر، كان عنده كتاب اسمه طبائع الاستبداد اللي بيعتبر من أهم الكتب العربية المهمة بالقرن التاسع عشر، وهو كان مفكر للنهضة القومية العربية والإنسانية، وبالتالي دعا للثورة على الحكم الاستبدادي، وناضل بشكل كتير كبير من أجل الحرية بمعناها الأساسي الواسع عمليا. كمان عندنا مناضلين كتير بحقوق الإنسان عرب، يعني عندنا جمال الدين الأفغاني، عندنا الشيخ محمد عبده، عندنا الشيخ محمد رشيد رضا، وعندنا بلبنان كمان وحمنا علي عبد الرزاق، وعندنا بلبنان كمان شارل مالك، كان مشارك عربي وحيد اللي من وضعي اللي صار يعني مبدأ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. يعني شارل مالك هو من اللي أسس الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. هذا باختصار سريع على الموضوع الفلسفي اللي له علاقة بحقوق الإنسان. تقريبا الوقت بلش يدهمنا، بدنا نحاول. حدا عنده شيء قبل ما انتقل على المبحث الثاني اللي هني تعليم الأديان؟ دكتور بس بدي عقب على شغلي، هني هون اللي عم تحكي عنهم الفلسفة العرب، هني قد أخذوا أفكارهم الاستعمار الغربي، ما هيك؟ نعم صحيح، أخذ في جزء منه، مش كله، في جزء منه أخذوا الغرب وطوروا واشتغل عليه ونسبوا لحاله. العرب يعني كانوا مثل ما بيقولوا اللي هني بحق حالهم، كان لسانهم قصير وما قدروا برزوا، وحتى مش بس بالسوالف وبالحكي، حتى بالفعل. لأنه بالتالي اليوم نتطلع على النظريات الغربية الكبيرة المهمة، حتى العلم، حتى العمارة، حتى الطب، كلها أخذوها من استنتاجات إلى علاقة بالحضارة العربية والإسلامية تحديداً، وما ونسبوهن لإلهم. وهيدا نتيجة الضعف بالجسم العربي على مراحل متراكمة متعددة في التاريخ، وهذا للأسف يعني واحدة من ابتلاءاتنا ومصادر ضعفنا، إنه نحن ما كناش قادرين على إنه نحافظ على تعبنا. يعني في علماء كتير عرب مهمين كانوا ما حافظنا لهم على تعبهم، بالعكس صحيح. أخذ آخر ونسبوا له. عفوا. بالنسبة بعدنا لحد هلأ دكتور عنا هجرة الأدمغة كمان. إيه أكيد هجرة الأدمغة، وهلأ أكتر عم بتزيد بهالظروف الصعبة. يعني كان بلبنان اللي هو يمتاز بالكوادر، بالرواد، بالكادرات العلمية، وحتى بالعالم العربي ككل، بس بلبنان كتير كبير هلأ مفارقة صار عنا. بالنسبة للشيء الثاني اللي هو تعاليم الأديان، يعني هلأ المصادر الدينية يعني بالنسبة لحقوق الإنسان خلال آلاف السنين من تاريخ البشرية، أدى عمليا بحث الإنسان عن الله بحجة البحث والتفكير بالخالق وكذا، صار يخلع عندي شيء كثير له علاقة بديانات متنوعة مختلفة. كل حدا يفسر العزة الإلهية، يعني الكون اللامتناهي، الماورائيات كلها تتفسر بشيء. هل اصطلح على تسميته الخالق، يعني الله سبحانه وتعالى. فبالتالي من هون نلاحظ أنه بالعالم في تنوع لا نهائي للأديان، من الهندوسية للتوحيد باليهودية وبالمسيحية وبالإسلام، إلى الفلسفات الشرقية، للبوذية، للكونفوشيوسية، حتى في مناطق واسعة في مذاهب روحانية اللي عندنا السحرة اللي بيحضروا أرواح. فالإنسان بعده حتى الآن لا يزال يفتش عن حالات تخفف له حالات هالخوف هذا تبعه، أو على الاضطراب اللي حاصل معه من المجهول، إنه ما بعد الحياة الموت شو بيصير وكيف وليش ومنه اللي بيدير الأمور، هل صحيح في الله ولا لا،
هذه كلها تساؤلات بتصير، وهون بصير النظرية لها علاقة بالإيمان والاعتقاد وسنداً لأقوال وأحاديث وخصوصي الكتب السماوية. من هون بلشت أكثر الديانات والفلسفات غير السماوية كمان تحمل أبعاد مختلفة ويعني متشاكسة ومتشابكة حول حقوق الإنسان. يعني الديانات السماوية الثلاثة اللي هن اليهودية والمسيحية والإسلام قامت عملياً بدور كتير مهم وأساسي ورئيسي بتاريخ الإنسانية، من خلال أنه محور كل هيدا الدين هو جوهر الإنسان، المظهر والجوانب اللي إلها علاقة بالحياة والحياة البرانية. مثلاً اليهودية، يعني عم بعطي اختصار، اليهودية هي الديانة اللي بشر فيها النبي موسى عليه السلام، بشر قومه وحملهم، يعني وقت طلب منهم أنه يعتنقوا الديانة اليهودية، وباعتبرها أنها هي درب خلاص بمجتمع بوقتها بحينها لقومه، أنه هي بتخلص القوم من الأفكار الضبابية والتيه والضلال. لكن أحبار ورجال اليهود الدين اعتبروا أنه فكرة الخلاص بتتجسد بأنه يقوموا مملكة لقلهم، مملكة الله على الأرض مش بالعالم الثاني. يعني اشتغلوا بالمعنى الزمني، يعني مش مرحلة الأخرى ومرحلة الحياة الزمنية، لأنه ما تفكروا ما كانوا كتير يقبلوا فكرة أنه في خلود، واعتبروا بأن فكرة مش كتير بتعنيهم أو إلى موضوع. عم بحكي الأحبار اليهود، ومن أجل هن كانوا يسعوا أكتر إلى تحقيق مملكة الله على الأرض، وأنه يعيدوا بناء الهيكل، أنه هيكل الرب اللي هن استعانوا من خلاله أنه ليقوموا أنه يسيطروا، كيف بدوا يعيدوا بناء الهيكل ويعتبروا أنه هن كل شيء خلق لقلوا. من هون اليهود كان عندهم فكرة السيطرة على تجارة الذهب، على الصيرفة، ومن هون اكتشف كولومبوس اليهودي للقارة الأمريكية لحتى يحط إيده على مصادر ثروة يستفيدوا منها. كانوا كمان إن اليهود حطوا خطة ليسيطروا على العالم من خلال السيطرة على المال، يعني على الذهب، على الصرافة، على العالم الجديد اللي بيجيب لهم مال، السيطرة على الإعلام، يعني من أول مطبعة عملت وهن كانوا وراها لأنه يسيطروا على الإعلام. كمان السيطرة على العلم وتحديدا الذرة، يعني أكثر علماء الذرة، يعني أينشتاين اللي هو الأب العصري النووي هو يهودي، فبالتالي الماديات اليهودية آمنت بالإنسان اليهودي لا غير، يعني فقط كان عندهم اليهود هن لهم الأفضلية، كل شيء خلق لخدمة اليهود، كل البشرية، كل الأديان، كله خلق وغيره لازم يكون عبد اللي هن الأسياد اليهود. وهون المشكلة القائمة بين اليهود والأديان الأخرى تحديدا المسيحية والإسلام، وأكثر مع الإسلام، لأنه القرآن نقد كل ما قاموا فيه اليهود كأحبار وكذا، لأنه هن نقضوا الديانة اليهودية الإلهية وحوروها وحرفوها لمصلحتهم، وبالتالي راحوا إلى هذا الموضوع. عم تفهموا علي يا صبايا؟ نعم دكتور. واضحين دكتور. فإذا بالنسبة لتعاليم الأديان، اليهود العرق الثاني. نعم، اليهود هم العرق الثاني. اليهود شو قالت؟ صوت غبي. العرق الثاني، الإرث الثاني، العرق. عم بقول العرق. ايه مني من العرق السامي، مظبوط. لسامن بيعتبروا هن انه السامية والعداء للسامية، ونشرين بالعالم هن اليوم انه اذا اي واحد بيعمل شيء ضد اليهود يعني هو معادي للسامية، بينما هن معادين لكل شعوب وامم الارض، لانه الدعاية عندهم مثل ما قلنا، الدعاية عندهم، المال عندهم، الاعلام عندهم. اليهود قدروا حطوا على ايدهم اليوم، حطوا ايدهم على الاعلام بالغرب، امريكا والغرب، حطوا ايدهم على كل المصادر الاعلام، الغرب كله عندهم، مال الغرب كله عندهم، يعني الذرة، يعني الدول اللي عندها اكتشافات ذرية، يعني الدول الكبرى هن السبب فيها، أينشتاين وحتى من غيره. وبالتالي الذهب والصيرفة والذرة والإعلام كله عندهم، فبالتالي هن بيعتبروا حالهم كل شيء بيروجوا لهسه، بيروجوا للمحرقة هن، وهي المحرقة بدعة مش موجودة،
وإذا حدا بيقول المحرقة مش موجود يعني بيكون معادل للسامية، هذا بنحط على الإرهاب. أو إذا حدا بيقول إنه حائط المبكى والمحرقة مش مظبوطة وكذا، فبتلاحظوا إنه قديش إعلامهم كتير قوي، وهذه أهمية إعلامهم قوي نتيجة ضعف الإعلام الآخر تحديدا العرب وعلى وجه الخصوص المسلمين. فإذا بالمطلب الأول بالنسبة للبوذية، يعني عندي بالأديان عندي غير اليهود عندي البوذية. البوذية هي ديانة بتأكد على احترام القيم العالمية، وهذه موجودة بدول الهند الصينية، يعني بصوب باتجاه الصين والمناطق هناك. هذه الديانة مش ديانة إلهية ولكن ديانة موجودة وقائمة، بتحترم العلاقات الإنسانية وبتعتمد الرحمة، وبالتالي التضامن الاجتماعي إنه الفرد عنده إحسان وعنده يعني عملياً هي عوايد مهمة ومنيحة. هذه بالنسبة للديانة البوذيتيسم. الثاني عندنا الكونفوشيوسية، إذا سمعني فيها كونفوشيوسيون، هي كمان الصينيين، غالبية الصينيين بيدينوا بهذه الديانة، وهذه الديانة فيها تأملات حول الطبيعة البشرية والسلوك الإنساني، وأنه بالآخر الإنسان مسؤول تحت عنوان أنه لا تفرض على الآخرين ما لا ترضاه لنفسك، يعني بمعنى أنه العدالة والمساواة. عندي كمان الزرادشتية، بس عادي اسمع إذا بتريد. الديانة الكونفوشيوسية موجودة بالكتاب، كيف تشوفون. الديانة الثالثة الزرادشتية، هذه موجودة الزرادشتية ببلاد فارس يعني بإيران ومحيطها. وهذه الديانة قديمة كانت موجودة، هلأ قلت. تقوم على مبادئ الخير والحكمة والتحلي بالقيم الأخلاقية وقول الحق وعدم نكس بالعهود، وأنه الإنسان لازم يقوم بعمل صالح كمان، يعني هذه فضائل، يعني فضائل الدين. عندنا كمان الديانة الهندوسية، الهندويسم، اللي هي إحدى أقدم الديانات المعروفة لعند شريحة كتير كبيرة من البشر بشبه الجزيرة الهندية، يعني بالهند ومحيط الدول حول الهند، هذه يمكن يؤمنوا بالديانة الهندوسية. هذه الديانة عشو بتأكد كمان على أن الحياة البشرية مقدسة تستحق الحب والاحترام دون تفرقة أو تمييز، وهذه الديانة دعت إلى احترام الحقوق الأساسية ومنها حق الحياة وحق المساواة بين الناس. واضح لحد هلأ؟ واضح دكتور. طيب المطلب الخامس عنا وهو الديانة المسيحية. هذه الديانة هي ديانة إلهية، يعني رسالة منزلة النبي عيسى عليه السلام. هذه المبادئ والقيم الإنسانية جاءت فيها الأديان القديمة، توسعت وتطورت مع ظهور الدعوة المسيحية، وخاصة في موضوع مسؤولية الإنسان والرحمة، يعني في موضوع المسؤولية والرحمة. المسيحية اجت للعالم برسالة ومعنى جديد للإنسانية، باعتبار المسيحية ثورة متقدمة على صعيد حقوق الأفراد والحريات. يعني المسيحية انتشرت بنطاق جغرافي كتير كبير، وخصوصي بالإمبراطورية الرومانية اللي حكينا عنها قبل شوي، يعني بأوروبا، لأنه كانت بأوروبا لم يكن للفرد بأوروبا أي قيمة ذاتية. بعدنا عم نحكي كان في ملكيات مطلقة تحتقر الفرد، وكان الحاكم هو مطلق الصلاحية، إذا قرر يعدم حدا ما حدا فيه يقول له لا. إذن كان في ظلم كتير كبير، وكان في صلاحيات وسلطات مطلقة على الناس وعلى حقوقهم، وكانوا يتعدوا على حقوقهم. لهالسبب أخذت وقت اللي زحت الديانة المسيحية باليونان وبمناطق أوروبا، كان إلا صدى كتير كبير، لأنه خلصت الناس من عذابات كانت خاضعة لها نتيجة الحكام والمتسلطين اللي كانوا عملياً متحكمين. هلأ الديانة المسيحية عملياً أبرزت عنصرين أساسيين بالحقوق والواجبات. شو هن العنصرين اللي أبرزتهم الديانة المسيحية؟ اللي هي أول شيء الكرامة الشخصية والإنسانية، يعني من خلال الديانة المسيحية أعطي للإنسان حقه بكرامته الشخصية وكرامته الإنسانية، واللي من خلالها انطلقت العقيدة المسيحية إلى نظرية العلاقة بالله سبحانه وتعالى، بالخلق الإلهي، بأنه
خلق الله الإنسان على صورته ونفخ من روحه مثل ما بيقول الإنجيل، ورفعه إلى مرتبة سامية، كما فرقت العقيدة، عادة العقيدة المسيحية فرقت بين الإنسان كفرد وبين الإنسان كمواطن. كفرد له شيء وكمواطن له شيء تاني، لحتى لأنه بيشترك بالمواطنية ويتخلى عن جزء من خصوصياته. الفرد مجرد له حق بكل التفاصيل، بينما المواطن بده يتنازل عن شيء مقابل تأمين حقوق له بواسطة الإطار الاجتماعي اللي قلناه، وإنه هو يمكن بصير بعدين الدولة. هذه الفكرة الأولى، فإذن الكرامة الشخصية والإنسانية. اثنين، فكرة يعني المسيحية اجت بفكرة تحديد السلطة، واللي كانت إنجاز بعهدهم في الحد من صلاحيات الحاكم. يعني كمان بعدنا عم نحكي انه بأوروبا بالفترة اللي سادت فيها المسيحية عبر السيد المسيح، كان في صلاحيات مطلقة للحكام، وخصوصي السيد المسيح دعا للفصل بين السلطة الروحية والسلطة الزمنية، انه مش ضروري الخلط بين الكنيسة وبين الحكام. وهذا من هون الشيء اللي كان واللي هو معروف عن السيد المسيح، اللي بيقول فيه انه واللي اجى على لسانه بقوله الشهير: اعطي لقيصر ما لقيصر وما لله لله. كل واحد ياخذ حقه، الشيء لله هو لله حقه، والشيء للانسان ما تخلطوا بين بعضهم. ومن هون حلت الثنائيه المسيحيه اللي كانت دوله وكنيسه محل الاحاديه الوثنيه، لانه قبل المسيحيه كان في وثنيه عبدت الاوثان، وبالتالي اجت الدوله والكنيسة، وبعدين تخاصموا. ما رأيت معنا سابقا انه الحاكم والكنيسة، الحاكم كان يعتبر حاله هو ممثل الله على الارض، اجت الكنيسة انه هي اللي بتعمل الصلة مع الله. فبالاخر بس تكتر الصلاحيات ويصير في كل واحد بيعتبر حاله هو له السلطة، تناحت السلطان بعضهم، ومن وقت تدمروا بعضهم باوروبا بالعصور الوسطى صار في تدمير لموضوع السلطة والكنيسة، لحتى رحنا على إطار تاني بعد منهم. ومن هونيك إجت الصلاحيات، إجا الحاكم المطلق اللي رجع كمان خرب. فإذا المسيحية ترتكز على الحرية، على المحبة، على التسامح، لأنه الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان حر ودعا للمحبة بين البشر على لسان السيد المسيح عليه السلام، اللي هي وصية السيد المسيح. بتقول وصيتي لسيد المسيح، بيقول أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. كمان التسامح عند السيد المسيح بيظهر بشكل كتير راقي وكبير، من خلال بيقول في: أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضيكم. كمان هيدا بتأكد على الحب، بتأكد على أنه كمان من ضربك على خدك الأيمن فضر له الأيسر، لأنه على السلام. فإذن قيم الحب والرحمة وإغاثة المحتاج ورعاية المريض، إطعام الجائع، الترحيب بالضيف، كلها عادات كانت مهمة إلى علاقة بالدين المسيحية، وصولا إلى فكرة العدالة باتخاذ الأسرة والكنيسة والدولة ووسائل لتحقيق سعادة الإنسان واعتبار الناس أخوة متساوون أمام الله بالحقوق والواجبات. هذا باختصار الدين المسيحية. واضح؟ دكتور أنا في عندي سؤال ما فهمت كيف فرقت العقيدة المسيحية بين الإنسان كفرد والإنسان كمواطن؟ لأنه الإنسان كفرد، الإنسان كفرد له حق بكل حريته بكل، بس يصير مواطن بيصير بده يتنازل عن بعض حريته لصالح الدولة والمجتمع. يعني انت وقت تكون انت بتعيش بدوله وبيئه كمواطن، وقت تخضع لقانون، صبح بمحل ما اخذوا لك شيء من سلطتك، من صلاحياتك، من حقوقك. يعني انت صارت حقوقك تنتهي وقت تبلش حقوق العامه، يعني بصير نقول حق خاص وحق عام. الحق العام هو حق مشترك بتديره الدوله مش الفرد. الحق الخاص هو للفرد، بس نكون افراد لنا حقوق عامه، كل واحد حقه الخاص للاخر. بينما إذا بدي أعيش بمجتمع أنا ببيئة أخرى، بدي أتنازل من شيء من حقي لحتى تقدر أعطي لغيري حق. مثلا مرة ما تحكينا أنه أنا ما فيني أمشي بالطريق
وحط الزمور على مديه او حط صوت عالي او ازعج العالم، هذا صح انه حقي وحريتي، بس بالتالي انا عم بزعج غيري، هون صوت حقي كمواطن اختلف. فهمنا الفكره؟ ايه دكتور، شكرا، يعطيك الف عافيه. اسلام، المطلب الخامس اللي هو الاسلام. الاسلام اجى عبر رساله النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وجاب الدستور الالهي، لانه الاسلام هو خاتم الاديان السماوي، لانه الاسلام اجى بعد ما بعد اليهوديه وبعد المسيحيه. فبالتالي اليهودي النبي موسى اجى بشيء جانب بالحياه، السيد المسيح اجى بجانب اخر، النبي محمد اجى بجوانب كلها، يعني سكر كل الجوانب الباقيه، اكتملت الرساله السماويه بالمطلق. لهالسبب فاذا كانت الديانة الإسلامية هي ختام الأديان السماوية الثالثة، يعني بمعنى أنه هي دستور علاقات بين البشر. لهالسبب بالمسيحية مانا نظام كل شيء، يعني المسيحية كرسالة فيها كتير جوانب ما إلها علاقة، ما بتقدر تكمل دينيا، يعني بالمسيحية ما فين يكونوا دولة دينية تنظم كل أمور الناس، بدهم شيء مدني. بينما بالإسلام لا، في عنا رسالة عبادات ومعاملات، يعني بالتالي الحاكم فيه يعمل دولة بكل منطلقاتها الروحية والزمنية والإدارية، لأنه السبب حتى بالاقتصاد، يعني الإسلام شرع بالاقتصاد بالسياسي بالحكم بالتشريع بالإرث. الأديان الثانية ما شرعت لأنه كانت عم تنزل على مراحل. وهون أهمية أنه الإسلام رسالة مكتملة، وأحكامه ومبادئه كانت تمارس بالإطار الفكري والنظري إلى قواعد عملية تطبيقية، يعني لأنه الإسلام نقل الإنسان الفرد من الجاهلية إلى النور، ومن عبادة أصنام إلى عبادة الإله الواحد، ومن المجتمع القبلي والعائلي إلى رحاب نوع من الأخوة والعيش المشترك في وحدة دينية عملية متكاملة. هلأ مصادر التشريع بالإسلام، لأنه اكتملت أكثر، عندنا القرآن الكريم اللي هو إطار دستور كامل متكامل ما ترك شيء إلا ما عالجه، وفي عندنا الجوانب الثانية اللي ما قدر القرآن قدروا يشرحوا بالقرآن، القرآن موجود في كل شيء، لكن الفلاسفة والمفكرين والمجتهدين في جانب من القرآن لحد هلا بعد مش قادرين يفسروا مكنوناته. هذا إجا من خلال تفسير سنة النبي، يعني سنة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسنة آله وأصحابه، يعني أهل البيت الأئمة الصحابة كل اللي هودي كانوا حول الرسول، هم اللي كملوا مع الرسول شرح المفردات الدينية للقرآن. من هون صار الإسلام هو دين ودولة، نظام دين ودولة، وهو بالتالي حوله تتمحور كل مصادر السلطة للحقوق والواجبات والحريات. من هون ورد قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. خلقنا الإنسان في أحسن تكوين، إني جاعل في الأرض خليفة، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا إلى آخره، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزال. يعني عم نحكي بجوانب إلى علاقة بالآيات القرآنية اللي بتنص على العدالة والحرية والإنسانية بالتالي للإنسان. من هون بنلاحظ انه التطبيق العملي على كان الدستور هو القرآن. مين طبق الدستور؟ يعني التشريع، يعني السلطة التشريعية للإسلام هو القرآن، السلطة التنفيذية للإسلام هو كان النبي محمد، ومعه وبعده هن يعني أهل بيته وآله وأصحابه واللي محاطين فيه واللي كانوا لصقين فيه أو ثقة عنده، مش ممن كان بينقل عن النبي يعني هذا صار ثقة فينا نقبل حديثه. في رواة ثقات، يعني ثقة تاريخهم مش كذابين بحياتهم، ما هودي كلهم هن اللي بنسميهم ثقات. وهون الرسول هو كان السلطة التنفيذية للإسلام، يعني الإسلام كسلطة كان الرسول هو السلطة التنفيذية لهذا الدين. وعلى الأساس الرسول بيقول: الناس سواسية كأسنان مشط، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. وكمان عندنا أقوال لأهل البيت، أهل بيت الرسول، يعني بالتالي الأئمة وأهل البيت
وخصوصي في شيء له علاقة برسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام، وهذه الرسالة مهمة كثير إلى علاقة بحقوق الإنسان. يعني إذا بتطلع على رسالة الحقوق للإمام زين العابدين يعني علي بن الحسين يعني حفيد يعني الرسول بيكون جده، هي وثيقة إنسانية معبرة برقي كثير كبير عن الحقوق الإنسانية في الإسلام. يعني رسالة الإمام زين العابدين عن اسم رسالة الحقوق هي معبرة جدا عن حقوق الإنسان. يعني عم نحكي هنا على فلاسفة وتاريخيا وقلنا بالتتابع وصولا إلى أنه تجد هالرسالة كانت بتعبر بشكل كتير مهم، لأنه هيدا الرسالة تضمنت الحقوق والواجبات وعلاقات الإنسان بالعائلة بالمجتمع بالبشرية بالتعاطي مع الآخر وبالدعوة. هيدا الرسالة تدعو إلى قيام مجتمع في عدالة اجتماعية وفي تكافؤ الفرص، ومن هون مثلا نقول إنه الإسلام كان خاتم الأديان، وبالتالي كان دائرة اللي هي بضم هذا الموضوع تضم البشرية بأكملها، وقادرة تكون قانون بشري مكتمل الأوصاف والجوانب. لهالسبب كان الرسول هو يحمل الديانة السماوية خاتم الأنبياء والرسل، بمعنى أنه الديانة الأشمل اللي ما خلت جانب من جوانب الحياة إلا واضطر أطلب بهذا الجانب، رغم أنه الديانات السماوية كلها كانت تكمل بعضها. هذا باختصار درسنا كل اليوم خلص. أوكي أيها صبايا وشباب، شكرا دكتور، يعطيك ألف عافية. حاضر أسيح دكتور، كيف حلوة كل شيء واضح كلك دكتور. يعطيك العافية دكتور. يعطيك العافية دكتور. منشوفكم بخير وعافية. نحن كم حدا كان معنا؟ يعني 89 ولا قديش معنا نحن؟ 41 حالياً. أول الحاضرة كانوا أكثر دكتور، هلأ يمكن قطعت الكهرباء أو شيء من هالنوع. على كل أحوال الله يعطيكم العافية، منشوفكم. يعطيك ألف دكتور. خير وعافية. ماشي. ألف خير دكتور. يلا أنتم بخير. الله يكون عام جديد إن شاء الله بخير وعافية. شكراً دكتور، يعطيك ألف عافية. أنتم بألف خير. يعطيك العافية دكتور، يعطيك العافية. أنت بخير، الله يعافيكم جميعاً. دكتور بدي أسألك سؤال، نحن اليوم بضل. إن شاء الله أنت غطيت أهم النظريات الفلسفية، مدرسة العقد الاجتماعي ولا نظرية الحرية الاقتصادية، بعدين تعاليم الأديان، مزبوط؟ هيدا اليوم نحن غطيناه. نحن نعم، نظريات الفلسفية اللي هي مدرسة القانون الطبيعي ونظرية العقد الاجتماعي وفلسفة عصر الأنوار ونظرية الحرية، في أربع نظريات فلسفية اقتصادية هودي موجودين بالعالم، وحكينا على الموضوع الثاني اللي هو الأديان. الأديان نعم. أوكي طب أنا عندي سؤال دكتور، هلأ بالنسبة للكور نتاعك أنت مبلش أول شيء مقدمة، وبعدين يعني أنت سارد مقدمة تقريبا ثلاث صفحات، نحن بدنا يعني نقرأهم ولا لا دغري منبلش بتعريف مفهوم حقوق الإنسان؟ هلأ المقدمة معلومات عامة ما إلها علاقة بها، المقدمة لتفهموا المادة. أوكي المقدمة هي لفهم المادة حتى. نعم. يعني أنا عم بشرح شغلات ممكن تكونش بالكتاب، بس أنتم مسؤولين عن الشيء بالكتاب اللي بشرحه زيادة معلومات حتى أنتم أكتر يكون عندكم دائرة معارف تقدروا من خلالها نقصوا أو تزيدوا حسب الحاجة. بالآخر العلم مش واقف بمحال، يعني مش اللي كتبون أنا هني صح مية هني بس فقط، هني يكون ناقصين في شغلات أوسع. نحن بنختصر لأنه بالتالي مختصر إيه هذا اللي ماشي. شكرا دكتور. انتم مسؤولين عن الكتاب، انتم مسؤولين عن الكتاب اكثر، الباقي بتستفيدوا منه من التسجيل. هذا كل محاضره مسجله، فيكم تراجعوا التسجيل وتحضروها. اوكي بالتاكيد. نعم طبعا دكتور، طبعا اكيد. شكرا لك، اهلا وسهلا فيكم، الله يعافيكم. الله يعافيك، اهلا انتم بخير.